بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أستاذ الوزراء المحترمين، معشر الأخوات الكريمات، السيدات الوزيرات المحترمات، كما جرت في ذلك العادة أن نبتدئ جلساتنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، سائلين ربنا أن يديم علينا نعمه ويعرفنا إياها بدوامها وأن لا يعرفنا إياها بزوالها، إن ربنا على كل شيء قدير. كذلك لا بد أن نهنئ أنفسنا كشعب مغربي وكدولة وكمؤسسات باعتبار الأجواء التي مر فيها حدث كبير البارحة، ألا هو حدث الإضراب الوطني أو العام أو الوطني العام، والتي مرت ولله الحمد في أجواء طبعها الحفاظ على السلم والأمن، أضرب فيها من أضرب ولم يضرب من لم يضرب، ولكن بصفة عامة المصالح والمرافق كلها استمرت في القيام بعملها إلا التي حال الإضراب دون ذلك فيها. فإذا أعتقد أن دولتنا اليوم تطوي يعني صفحة من الذكريات السيئة وتطبع مع ممارسة ديمقراطية قانونية دستورية وسياسية لها معانيها ولها رسائلها التي وصلت. نحن لا نتنكر لأي جهة، لا بد بالمقابل أن نهنئ النقابات كذلك على موقفها المسؤول، على موقفها المسؤولة، ونعلن أنه من جهتنا كما كنا دائما مستعدين للحوار فسنبقى مستعدين للحوار في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة التي تحفظ مصالح المواطنين. نحن لسنا هنا للدفاع عن شخص أو طبقة أو حزب أو نقابة أو شيء آخر، نحن هنا للدفاع عن الوطن، وأعتقد أن كل واحد فينا ينظر إلى الدفاع عن الوطن من موقعه، والخلاصة هي أن نصل جميعا بالتوافق أكثر ما أمكن إلى مراعاة هذه المصالح التي هي مصالحنا جميعا. والحمد لله اليوم الجميع واعي بأن الحفاظ على البلد، على استقراره، على أمنه، على إشعاعه المتزايد، على مكانته المتميزة، وعلى رقيه المنتظر إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يصل بنا إلى ما حدده جلالة الملك كهدف، وهو في وقت قريب أن نلتحق بالدول يعني الصاعدة. يعني أعتقد أن هذا الجميع يستشعر اليوم، ونحن نستشعر عند مختلف الفرقاء أن الجميع يستشعر أن هذه مسؤولية مشتركة. طبعا ليس جميعنا بنفس المستوى، ولكن المهم هو أنه مصلحة الوطن تعلو على أي مصلحة أخرى كيفما كانت، والحكومة عازمة على أن تقوم بدورها الأساسي باعتبارها مسؤولة في خلق أكثر ما يمكن من الظروف للحفاظ على هذا الأمن وعلى هذا الاستقرار وعلى التفاهم ما أمكن إلى ذلك من سبيل. أنا استهل مجلسنا لهذا اليوم بالدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الضير الشريف الصادر بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والمادة الخامسة من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويقدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.